اليوم وين؟ دبي هيلز. حلو بدبي هيلز؟ افتح يا سمسم. باب يفتح لحاله. على فكرة كمية المطاعم اللي موجودة بدبي هيلز مخيفة. في كم مطعم بدي جربه وحطتهم بنفسي من زمان. هلا حكسر شوي وجرب مطاعم وجرب كم شغلة. هيدا المول كتير بحبه كتير بعقد. بدبي هيلز هيدا الدبدوب الحلو المهضوم الاصفر كانه بمطار قطر. على فكره اكبر دبدوب بمول بقلب الامارات كلها. شيكت اوت. وين راسه؟ وين راسه؟ ما شاء الله عليه. والله من اجمل المولز اللي موجودين بالامارات. في مطعم كتير مهضوم كل مره بقطع من حده، بس صراحه عطول بيطلع ببالي ولازم جرب. الفود كورت اللي موجود بدبي هيلز عن جد مخيف. هيدا اودونر، في مطاعم، هذا ولا شيء. هيدي الفود كورت والمطاعم اللي حد الفود كورت. في اريا تحت كلها لكجري فاين دايننج ريستورانت. لا لا مش مقبول اللي صار، مش مقبول. 35 دقيقه وانا ناطر وجاب الاكل، واول ما اجى قلت له بليز ما بدي ولا صوص سبايسي، وجاب الاكل سبايسي لا واللي قهرني نطرني 35 دقيقه وبعد شوي بيجيبوا سبايسي. لا 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 مش مقبول. أسوأ فجر شفتها بحياتي اللي صارت معي هلا. بدي فش خلقي ببرجر، بدي فش خلقي ببرجر. Look, the reason I came right now, I went to a restaurant up. I was so pissed. Yeah. Why? We left the food. He made me wait 42 minutes. 42 minutes. Until the food comes, and then I told him I don't want the food spicy. When he brings the food is spicy. What will you do? Would you leave or wait again? And then what? Yeah. I come to my favorite place. And I have a peace of mind. I'll eat a good burger, and that's it. Let me have cheeseburger. The little cheeseburger. Little sorry, cheeseburger. One patty. Yeah. Okay. This is the one. You see. بتفوتوا لهون بتشموا ريحة أطيب برجر. الناس عم تشتغل بتعقد. أميزين سيرفيس بجنين، بيتضحك وبيبتسموا. يعني غير حياة غير. بتفوتوا شوي ناتس كتير معصب. والله لما تكونوا معصبين صدقون البرجر هو الوحيد اللي بتشوفه. تاخدوا بينات هيك هاجوا، لأنه أنا عايل اليوم بدي صور شيء جديد، بدي شيء جديد، بس والله ما عم بقدر. برجر دائما بطلب البرجر اللي عامل عليه هاك. أنتوا شايفين هاي الفرايز؟ هاي هلا بتكون الفرايز. حياتهم فايف جايز ما بحطوا لكم الفرايز هلا. شوفوا شوفوا هيدي سمول. أول حركة بتعملوها هيك. الحمد لله. واحد بيجي بياكل شيء بيعقد بينبسط فيه. هاي بس حتى اخبرك جريلد تشيز ابسايد داون. حطيت بقلبها بيكلز كارماليز اونيون بس على رواق وقلب في اللايت ميل. ايطالي لفت لي نظري شغله. شوفوا الجيلاتو قد ايه مهضومه. الكبس فيه شوكليت نتس. You can't try it? I can't try. Yeah, man, let's try. This is what I do in life, man. This is the pistachio. How is this? Man, this is good. Mashallah alaik, habibi. Wallah, thank you, man. Thank you. The mango is so good. Dropna bi koko fiya. Baba, let's go. I swear to God. Kul shi ilo ta'atu, kul shi tayyib. Haydi, dark chocolate. Extra dark chocolate. Kteer haddi. من احسن الاماكن اللي بيبيعوا ايطاليان برودكتس. باستا عندهم متعقد، التشيزز عندهم تشيز روم مخيفه، عندهم برودكتس شو بدكم؟ لما تفوتوا على المطاعم بتطلعوا التوميتو، الصوصز، توميتو صوص هذا بيعقد، كل شيء ايطاليان، هيدا المكان بيعقد. من محل بتعرف لي يومين جاي من مصر بس؟ بجد والله كنت بالاهرامات كنا وين كنا عم نصور؟ جنب المنطقة؟ جنب الهيئة نزلت جيزة نزلت السمان. حبيبي حبيبي وين بدفع؟ هلا علينا لا حبيبي أنا صراحة شفتوا الذوق قد ايه مزوقين. أخذت هاي لتر طلع بيعرفها
طب عطاني وقال لي انه لا خليها على المحل وحكي كلمتين حلوين وعن جد انا بعرفك ومدري. طب والله هيك كلمتين حلوين بتغير الدنيا, غير لي المود عن اللي كنا عم نحاول ناكله. شو بدي احكي, ناس عن جد يعرفوا كيف يحكوا او كيف عندهم كاستمر سيرفيس. دائما بقولها كاستمر سيرفيس اساس بقلب هالمطاعم. يا عمي قبل الاكل, احكوا مع الناس. اكسبيرينس حلو لك دبي هيلز من المولات اللي بموت فيها, بحبها كتير, اميزنج. وايطالي عطاني الجيلاتو برد على قلبي. هاي بس عيني بشو بصير معنا بالنهار. شفتوا شو صار معي اليوم من شغلي لشغلي, مش مزح. ما بعرف اذا قدرت تصوركم انه غير المطعم شو صار, كمان اجى السكيورتي قبل الاكل وقال انه كيف حامل التليفون عم تصور. قلت له طيب يا جماعه انه طيب ما انا حامل تليفوني تعمل فلوج ليوتيوب. قلت له يعني اذا قلت لك ايه بوقف, اذا قلت لك بيرسونال بكمل. قال ايه. اي ريسبكت هيم, هي واز فيري نايس الصراحه, وبوليسي از بوليسي. بس لتشوف الموضوع المطاعم, بنلف لمطعم واثنين وثلاثه واربعه ويمكن 10 مطاعم, 10 مطاعم ندور لنطلع مطعم واحد. فاكرين الموضوع سهل؟ العالم اللي بنشوفها, الناس اللي بنحكي معها, العالم كيف اوقات بتطلع فيكم, كيف بتعاملكم, ما عارف. وهذا كله شو لو حد يقدر يروح على مطعم ويطلع حلو ويصوره. It's not easy. ولك يا ريت تيجوا معي شنهار. يعني اللي برد لي على قلب الجيلاتو they were so nice, مع انه ما كانت سهلة, حتى الجيلاتو ما كانت سهلة. راحوا اجا يا حرام شتلت اربع مرات ليعمل لي هالجيلاتو. وقفني السيكوريتي ام ديبت. طب شو بدي اعمل ده؟ يعني خدت هاي ما قدرت اتهنى فيها. B4 B3 B2 B1 برجع بقولها creating content منه easy. ما تفكروا انه موضوع هيك في واحد يطلع يصور كيف مكان ويفل. But to pick up the right place, the right location, in the right time, والمايند تبعكم يكون بالمود اللي انتو فيه لتطلعوا content, it is very very hard. It's not easy.